السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن الإسلام والسعادة. الشوق إلى السعادة والبحث عنها أمر قديم، فهو يفتح أعماق الإنسان وواقعه للتساؤل والنقاش والبحث، لأن الذين يبحثون عن السعادة يريدون لها أن تدوم. لذا كان البحث عن السعادة يثير التساؤلات حول مصير الإنسان وآخرته والخلود، وهذا ما اهتمت به الرؤية الإسلامية. وقد اعترفت الرؤية الإسلامية بدور ملذات الحياة في تحقيق السعادة، لكنها جعلتها في أدنى المراتب. واختلف فلاسفة الإسلام وعلماء الأخلاق حول تحديد محل السعادة في داخل الإنسان، فرأى بعضهم أنها تحصل بالعقل، وتحدث آخرون عن سعادة الروح، وتكلم قسم ثالث عن سعادة القلب من خلال تنقيته. واتفق الجميع أن سعادة الدنيا لا تنفك عن الحياة وأمورها، فالمعاناة جزء من تحصيل السعادة. فالمشكلة تكمن في تعلق القلب بالموجودات وتطلع النفس إلى ما ليس عندها، وأن تشتهي ما لا تملكه. فكل ذلك يكدر صفو الإنسان ويحول لحظات حياته إلى معاناة وألم. لذلك كانت الرؤية الإسلامية توطن النفس على أن يأخذ المرء الحياة بحلوها ومرها. وذهب كثير من فلاسفة الإسلام إن السعادة هي سعي دائم لتحصيل الكمال الإنساني. فأبو نصر الفارابي في كتابه تحصيل السعادة اعتبر العقل هو منبع السعادة، ولذا لا يتحصل الإنسان على السعادة إلا من خلال الفلسفة. وقال: الفلسفة هي التي بها تنال السعادة. وبعض العلماء المسلمين رأوا أن السعادة تكمن في الروح من خلال تطهير النفس وتزكيتها من الحسد والغل والحقد وشواغل الدنيا التي تعكر صفوها، وأن تكون للإنسان خلوة صافية مع خالقه. ينتسم فيها حبه ومعرفته، ويتطلع إلى موعده في السعادة الدائمة وفي الخلود إلى الجنة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.